المرأة المصرية كعادتها كانت حاضرة بقوة في سباق تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية. دايما بتكون المرأة المصرية أول المتواجدين في الطوابير أمام السفارات والقنصليات المصرية في الخارج من أجل الإدلاء بصوتها في هذا السباق الانتخابي. خلينا نشوف التقرير. دائما تضرب المرأة المصرية المثل وتقدم النموذج الأمثل في حب الوطن وأداء الاستحقاقات الوطنية، ومنها الانتخابات الرئاسية 2024، فهي لا تتأخر عن أداء أي دور وطني تجاه بلادها. لذلك كانت أول الحاضرين في الطوابير أمام السفارات المصرية لتدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024. ولم تأتي المرأة بمفردها، بل اصطحبت أطفالها وحملت معهم أعلام مصر لتعلمهم أهم دروس الوطنية، وهو تلبية نداء الوطن في أي مكان وزمان، وضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات والإدلاء بالصوت للمشاركة في بناء مستقبل الوطن. لذلك نجدها تشعر بالفخر ببلادها وهي ذاهبة مع أولادها لتدلي بصوتها وتختار الرئيس المقبل. وحرص المرأة المصرية على اصطحاب أطفالها طوال الوقت عند مشاركتهم في الواجبات الوطنية جعل الأطفال يعتادون هذه المشاهد ويشعرون بالسعادة ويرفعون أعلام مصر وهم بصحبة أمهاتهم مرددين معها الأغاني الوطنية. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج ضماناً لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز السفر سعر الصلاحية. وتجري عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم وتستمر لمدة 3 أيام. وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات عملها والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات. وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزياً لتذليل أي عقبة قد تطرأ. وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزياً لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقاً للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.